السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورالك سعيد عيد ميلادي إن وإذا كلا صهر ليا صقو فردي مركز كي ليلة هذا سكينة كوميونيتي سنتر كي هذا مقال ذا تورونتو كندا محن جعلنا يرتا تابطو موضوع كصاب سن إن نصف شعبان أما شن يطلنك بش شعبان هبين كي إذا إيا مالين تيدبا ويجر دورت أحاديث في رمضان وحديث في مسند أحمد حديث ابن حبان حديث الوسوري ابن ماجه حديث الترمذي أحاديث في رمضان باجر توك هذا الموضوع موضوع وحنا أقول لغي أبو مركز لإجو إسناد كان لو قاد حديث يعني في سنن ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري والنبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث كاسو الشيخ الألباني وحسني والنبي يقول لي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى ضد كابيك نصف شعبان بو إيغا مركزو عد والبو الدم بالدافة قف مشرك يقف مشاحن أو أصري ولكن على وكرد حيسمو يعني واحد مودة مركا هبين كنصف شعبان إن اللي أقول يهي إن والله ودقرتي إنه يهي هبين وناكسن أو خير بضن لكن وحيابها للديدة وحكم إذا إن هبين كا صلاة خاصة أما عبادة خاصة أو جماعي من المساجد اللي سوي ما دو يمين لو ضفر ديو إن اللي سوي ما دو تاسي ما حد مدى إن يعني دين تو يرى دين تو أنا يعبدينين إن اللي أقول يهي وحا لغا سوري يدد فربضان وتابعين تي أما خيب كامل التابعين تي إن أولي بأهل الشام غا إن هبين كا نصف شعبان يمانتا شعبان بأي سينجرين خصوصيات خاصة ولي بار نكي دو رنشي لي مكحول ايو ان لقمان بن عامر ايو ركلو ان تابعين تي كاميدا اي سمين شرعينكا لكن مركز شركة اسكسو دو دوكتي واحد مودا قول كابن تيمية يقول الاوزاعي اي كهد لي اناني حق هين انا مالنتا شعبان الله صومو ان هبين كان مساجد كي اللي سوي ما دو اناني السنة هين لقصو ولي نبي يا صحابة ديس واحد مودا قول كاسينو قول قمان ويهي او هاكسن او دو حقنا واي واحد دليل عاد او سيك الاورنيسا ما جيرتو ديننا waxa weeye wixii nabigu ina faray iyo wixii kitaabka ilaahay inuu ka helay iyo wixii inuu ka dhaxlay saxaabada nabiga sallallahu alayhi wa sallam saddexda minna laga ma soo warin inay masaajid kana saxaabadu iman jireen nabigu uu ku dhawaaqay in habeenka leelta shacbaan la soomo habaalintee dadan habeenka masaajidka isku yimaado na quraanka laga ma meel lagu ma tilmaamin ay ku qorantay inuu leeyahay maalinta khusuusiyad khaas ah la siiyo marka dadka muslimiinta waxaan ku dadaalayaa aan ku dardaarmayaana inaanay maalinta tacdiim khaas oo weyn aanay siinin inaanay soomin siyaam aan nebiga laga soo wariyay saxaabadiisi laakiin dahabeenka iyo maalintaba iyo maalmaha kaleba in ilaahay dambi dhaaf la weydiisto dadka idinka cadaawad idinka dhaxaysa iyo xumaana ina bal heshiis lagu dayo qofi ku diidana inad ilaahay subxaana wa tacaala markhaati uga dhigtid ayagana dambi dhaaf ilaahay u weydiisid waa walaalkiin siciid mar labaad oo idan kala soo hadlaya in magaalada toronto canada مركز كالدهدو سكينة كوميونيتي سنتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.